به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هذه أوسع أبوابها وهي الأوقاف، عندما ييسر الله عز وجل مثل هذا الوقف وهذا المشروع الذي يرعاه مكتب الدعوة بالقريات أو غيرها من الأوقاف التي ترعاها مؤسسات أخرى، فأبادر إلى الإنفاق بمئة ريال سهم واحد، بسهمين، بثلاثة، بعشرة، على قدر ما أستطيع. ثم يؤخذ من هذا الوقف عندما يكتمل ريعا يؤخذ منه فيدعى به إلى الإسلام، وتطبع به الكتب، وتطبع به المصاحف، وتنشر بها الدعوات، وتقام بها المخيمات، وتوزع بها الأشرطة والسيديهيات. كل هذه الأعمال الخيرة يكتب لك أجورها وأنت في بيتك وبين أهلك مستقر. هذا من أكبر النعيم. والله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. الله أكبر. لا تظن، يعني لا يظن الإنسان أنه والله أنا ما عندي شيء، أنا وش أنا بهذا وقت 23 مليون أنا وش بقدم. لا يا أخي، قدم ولو ريال واحد. صح. قدم لو عشرة، اجمع كل يوم ريال حتى يكتمل عندك 100 ريال، واذهب وقل هذا سهم من عندي، أو اشترك أنت ومن حولك في سهم واحد، ولا تحتقر. فكم من درهم من سبق دينار. صحيح. وذاك عائشة رضي الله عنها كانت في بيتها، فجاءتها امرأة تطرق الباب جائعة، معها بنتين صغيرتين لم تأكل منذ أيام، يمكن يوم أو يومين ما أكلوا شيء من شدة الجوع. تقول عائشة: فدخلت أبحث ما وجدت في البيت شيء، ما وجدت إلا ثلاث تمرات، بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما في إلا ثلاث تمرات. قالت: فأخرجتها وأعطيت هذه المرأة شفقة ورحمة بها. فالمرأة أعطت بنت تمرة، وأعطت الثانية تمرة، واستبقت لنفسها تمرة تريد أن تأكلها. تخيل بنت صغيرة لها يوم أو يومين ما أكلت، مباشرة التقمت التمرة، يمكن كانت الفصم معها من شدة الجوع. ثم تطايشت أعينهم للتمرة المتبقية في يد الأم، فكان من شفقة الأم ورحمتها أن تحملت الجوع، ثم شقت التمرة نصفين وأعطت البنت نصف وأعطت الأخرى نصف. فتعجبت عائشة من هذا الموقف وبكت، بكت كيف يعني تؤثر على بناتها على نفسها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة، قالت: يا رسول الله، اليوم جاني كذا وصار كيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عائشة، لعل الله عز وجل قد أوجب لها بتلك التمرة الجنة. الله أكبر. أو قال: أعتقها بها من النار. الله أكبر. إذن لا تحتقر الصدقة، لا تحتقر البذل، المهم ماذا يصاحب هذا البذل من نية، هذا المهم. يعني أنا قد أدفع اليوم، أعلن أمام الناس في التلفزيون أنني تبرعت بمليون ريال لوقف الأم، حتى يتناقل الناس أن الدكتور زيد تبرع بمليون، ويقول: والله يا أخي هذا كثر خير وجزاه الله خير، وأنا أريد هذا المدح فقط. وحينئذ سأنال ما أريده، مدح الناس في الدنيا، لكن سيكون وبالا علي يوم القيامة. أي والله. لكن يأتي إنسان ويتبرع لوقف الأم بريال واحد، بعشرة ريال، لا يملك إلا هي، لا يملك إلا هذه العشرة، فقدمها لله يرجو برها وذخرها. فإن الله كما في الحديث: يقبل صدقة أحدكم وينميها كما ينمي أحدكم فلوه. الله. يأتي يوم القيامة هو يجد جبال عظيمة جدا إثر صدقة يسيرة قد نمأها الله عز وجل، لكن إذا صدقت النية وحسن المقصد. نحن بحاجة إلى مثل هذا الإنفاق، نحن بحاجة إلى مثل هذه الأوقاف، نحن بحاجة إلى أن نقدم من البر بوالديك، بأمك، أن تبذل في مثل هذه الأوقاف. صحيح. تقدم لهم كما أحسنوا إليك وربوك وبذلوا، أن تقدم تسعدهم لهم كذلك، تسعدهم أحياء وأمواتا. والله صح. ليس شرطا تعرف، حتى لو لا تخبرهم أنك تصدق به، أنت تتعامل مع رب كريم، يا الله، تهدي هذا الثواب لهم. كم أهدوا لك من العطاء، وكم قدموا لك من البذل، وكم قدموا لك وقدموا. قدم لهم دون علمهم، واحتسب هذا عند الله، وانوي الأجر لهم، واعلم أنك تتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى. ولا نقصت ما نقص مال من صدقة، وكلما أحسن الإنسان مع الله وصدق بارك الله له في مال ولده. والله وأقولها يمينا غير حانث فيها، أنني أعرف رجل يحدثني ويقول: تصدقت مرتين. هذا الرجل يحدث عن نفسه، يقول: مرتين تصدقت بصدقة، لكنني كنت صادقا مع الله فيها أحسبه كذلك، يقول: فرأيت أثرها عند الله عز وجل في الدنيا، وأرجو أن أرى أثرها في الآخرة. أحد المواقف يقول: قام رجل يتكلم في المسجد، مسكين محتاج، يقول: أنا موظف ومراتبي يكفيني،
لكن توفيت زوجتي وعندي 7 صبية في البيت، إذا ذهبت إلى العمل والله ما عندي من يرعاهم، أريد فقط 30,000 أو 40,000 أجمع مال أتزوج بامرأة تحفظ أولادي في غيبتي، أنا لست فقير لكن ما عندي قيمة هذه. في صدق يقول أحسست الصدق، يقول فنظرت، يقول كنت وقتها طالب في الجامعة أو في ثالث ثانوي، يقول ما في جيبي إلا 50 ريال قيمة بنزين السيارة التي عندي، لكن غلبتني العاطفة فأخرجت هذا المال، كل ما أملك 50 ريال أخرجتها لله عز وجل أرجو بره. يقول والله إنني أحيانا أتوسل إلى الله بهذه 50 فيستجيب الله دعائي ويفرج الله همي من حيث لا أشعر. الله أكبر. هذه واحدة. الله أكبر. يقول وأخرى أنني بعد أن أنعم الله عز وجل علي وتوظفت وأصبح عندي مال وأصبح عندي خير، يقول أنني أحيانا أقدم لأهلي سواء أخواتي أو أمي أو كذا، أهلي يعني القريبين جدا، يقول أقدم المال لهم تفريجا لكربهم وتوسيعا عليهم، يقول والله أنني إذا قدمت 1,000 ريال أنني أنتظر 10,000 تأتيني بأي طريق. يقول والله أنني انظر، يقول والله مرة من المرات قدمت 4,600 ريال فجاءتني 46,000 بالريال ما تنقص ولا تزيد. لا إله إلا الله. يقول فصرت إذا رغبت أبحث عن قضاء حاجة لهم لعل الله أن يعوضني. سبحان الله. طبعا كريم. أنت إذا صدقت نيتك اعلم أن الله لن يخيب. الله الذي قال ما نقص مال من صدقة، والله الذي قال يضاعفه له أضعافا كثيرة، والله هو الذي يقبض ويبسط. هو الذي يقبض ويبسط. الله أكبر. والله سبحانه وتعالى غني عن صدقتنا، غني عن أوقافنا، غني عن، لكن هو جعل هذه الدنيا مزرعة لنا. أي والله. لنقدم ونبذل علنا أن نجد. الإنسان ما يدري يا أخي الكريم، ما يدري المرء بأي شيء يدخل الجنة. أي والله. ما ندري. لا تغرك صلاتك صح ولا صيامك. دخلت امرأة الجنة في كلب بغي، دخلت في كلب سقته الماء بخفها. سبحان الله. لا بغي. ودخلت امرأة النار في هرة عدبتها. حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكم من إنسان صالح هو من أهل صالح في الظاهر هو من أهل النار، وكم من إنسان دخل الجنة وهو لم يسجد لله سجدة. سبحان الله. لما جاء إلى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يبايعه، توه مسلم الآن ويسمع المنادي ينادي للجهاد، فجاء يبايعه، قال على شيء؟ قال إذا مت في الجنة. وهو لم يصلي، قال يا رسول الله أبايعك على سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. أيوة. في سبيل الله. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، إن كان الصادق يبشر بالخير. فلما انتهت المعركة وإذا بسهم دخل من هنا وخرج من هنا، فقال دخل الجنة ولم يسجد لله لا سجد. إله إلا الله. لم يسجد لله سجد. يعني ما لها مقاييس معينة، ربما أنت بقربك إلى الله والنية الصالحة الصادقة الله سبحانه وتعالى يدخلك الجنة. نعم. الإنسان ولو بريال مثل في هذا الوقت المبارك، هذا باب فتحه والله لنا الآن. إيه. وتيسر لنا. وأنا يعجبني مثلا بعض الأمهات في المنزل الآن تجي يعني تضع صندوق في البيت مثلا، يعني أنا عندي مثلا في البيت جزاه الله خير أم عبد الله أحيانا تضع صندوق تقول للأطفال خذوا بفسحتكم حطوا في الصندوق. يا سلام. ريال 5 طاح ريال لقوا ريال معهم شيء زاد حطوا في الصندوق، ثم بعد ذلك يأخذون هذا الصندوق ويفتحونه ويجمعون عاد يلقون فيه آخر يعني 1,000 ريال 500 ريال 200 ريال، ثم يجعلون في مشروع خيري في صدقة في شيء. يعود الأبناء على مثل هذا يعني العمل الطيب ومثل هذه الصدقة الطيبة والنفقة الطيبة، هذا شيء جيد وهذا شيء حسن. صحيح. فعندما يتعود الصغير وهو صغير، يعني بعض الناس الآن عندما يأتي المسجد يجد هذا المسكين عند الباب المسجد، فينبغي للأب أن يعطي ابنه مثلا الصغير ريال أو ريالين أو 5 أو 10، يقول روح الحمد لله نحن أفضل من غيرنا، روح وأنا أبوك عط هذا الرجل. تربية. تربية على مثل هذا. الآن هذا وقف كبير يعني يرعى مناشط كثيرة جدا في المكتب، فينبغي الإنسان أن يبادر فيه. وبشرك أقول... الشيخ أسلموا على أيديهم في برنامج وعسى أن 960 تقريبا دخلوا في الإسلام على أيدي الإخوة مكتب الدعوة بالقريات. هل اللي يشاركون الآن بريال وريالين يدخلون في الأجر اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث؟ أنا قلت لك لا، أنت تعامل مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يبلغ بنيته ولو لم ينفق. بالنية بس. بالنية، يعني من نوى حسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة. الله النبي عليه الصلاة والسلام. الله أنا مع كريم يا شيخ. في قصة تبوك الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الصحابة رضي الله عنهم؟ قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
ما عند يريدون الذهاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون الجهاد، لكن ما عندهم شيء يحملهم ولا عندهم ما ينفقون. فرجعوا وهم يبكون حسرة وحرقة أنهم لم يكونوا مع هؤلاء المجاهدين. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ماذا قال؟ قال إن في المدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا كانوا معكم في الأجر حبسهم العذر. لا إله إلا الله، حبسهم العذر. سبحان ولذلك الله. الإنسان أحيانا ينظر إلى مثل هالأوقاف وإذا قطع قلبه يتمنى أن ينفق. أقول أبشر بخير، مدى ما عندك شيء أبشر بخير. وهذا أحيانا يعني رأيت بعض الناس أيام الحج إذا نظر إلى الحجيج في 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 التلفاز، ونظر إلى العرفة وموقف الناس، وهو يريد أن يلب لكن ما استطاع، ما عنده التصريح، ما عنده نفقة، والله بعضهم يبكي حرقة أنه ما كان مع هؤلاء ورغبة في هذا الأجر. أنا أقول له أبشر بالخير، أنت تعامل مع كريم وسيكتب لك إن شاء الله من الأجر مثل أجورهم ما دمت صادقا مع الله في هذا المطلب والمقصد. فكيف إذا كنت واجدا للمال القليل والكثير؟ صحيح. أنفق أنفق، سوف تجد ما أنفقته مدخرا عند ملك عظيم. وحينئذ تتمنى إذا رأيت ما أعده الله لك من إثر هذه النفقة تتمنى أنك لم تستبق من مالك شيء، الله أكبر، وأنك قدمت كل مالك لما رأيت من عظيم هذه النفقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للعبد بين يديه في جنة عرضها السماوات. يا كريم أنا أنفقت مرة مرتين ثلاث مرات، ربما لسان البعض الآن يقول أنفقت في وقت ماضي الآن، يعني هلا يعني مو إجبارا لكن يعني استحبابا، هل أنفق في مثل الوقت؟ أنفق في كل ما تستطيع. إيه؟ أنفق في كل ما تستطيع، حتى لو أنفقت مرة، لو أنفقت مئة مرة، أنت تعامل مع أن تنفق نفسك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لأنفسكم. أنت لما تنفق يعني أو تقدم لهذا المشروع أو لهذا الوقف أو لهذا المسكين، ينبغي أن تعلم أنك أنت تحسن لنفسك ما تحسن للآخرين. أيوة الله. يعني من أجمل ما سمعت أن بعض الناس يقول إذا جئت تريد أن تقدم مثلا إلى هذا الفقير صدقة، لا تظن أنك أنت المحسن، بل اجعل هذا الفقير هو صاحب المعروف عليك أن جعل نفسه مكانا لصدقتك. والله كلام جميل، استشعر هذا المعنى. هذا هو صاحب المعروف. أيوة الله. الله أمرني بالإنفاق على الفقير لكنه قال هذا ما بي، ما أنا ما أقبل صدقة، بترجع فلوسك. صحيح. فهو صاحب معروف أنه جعل نفسه مكانا لاستثمارك للخير والأجر والبر، واستثمار حقيقي. وذلك بعض الناس يقول خذوا وادعوا لي، لا تقول ادعوا لي، أعطه واسكت، أعطه خلاص وبشر بالخير. وبشر بالخير، أنت تتعامل مع كريم. سبحانه. إن كنت أنفقتها تريد العلاج فالله سبحانه وتعالى، النبي يقول داووا مرضاكم بالصدقة وأبشر بالعلاج. إن كنت تريد ما عند الله في الآخرة فالله يضاعف أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء في الدنيا والآخرة. يا سلام. في الدنيا والآخرة. والله ما عرفنا ولا سمعنا رجلا متصدقا منفقا وأنه افتقر بسبب هذه الصدقة. والله صحيح، والله ما سمعنا. بل الله عرفنا غير ذلك كثير. سبحان الله العظيم. بل عرفنا غير ذلك كثير. سبحان الله. وأنا أعطي مثال ويمكن قد لا يحب هذا الكلام، لكن الآن عندنا مثلا مد الله في عمره على طاعة الشيخ سليمان الراجحي وغيره من هؤلاء اللي معروفين الآن. نعم. معروفين عند الناس، هم من أتجر الناس بفضل الله، نسأل الله أن يبارك له في ماله وولده وذريته. آمين يا رب. وهم من أفضل الناس وأسرع الناس بادرة إلى الإنفاق والبذل والعطاء. صح. وأنا لا أحب أن أتكلم عن الحي فهو لا تمنع عن الفتنة. صح. لكنني أريد أن أضرب مثالا حيا لما يعيشه الناس اليوم. صحيح. ولم يفتقر رغم الملايين اللي ينفقها هو وغيره. الله سبحانه وتعالى إذا صلحت نية العبد ونحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا فإنه الله يعوضه خيرا، بل إنه يعني حتى كما ذكره في بعض قواعده وفي بعض لقاءاته يقول نعم الأعمال ما فعلها الخبراء فنجد أنها أبرك لنا من استشارات الخبراء الذين نحضرهم من يمين وشمال. سبحان الله. بركة من الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع الكريم سبحانه. سبحانه وتعالى. الله يبارك فيك شيخنا وشكر الله لك ورفع الله قدرك. بارك الله فيكم وأنا شاكر لكم ومقدر هذه الدعوة الكريمة. الله يبارك فيكم إن شاء الله يجمعنا بك لقاءات أخرى بإذن الله. إن شاء الله تعالى. شكرا لكم أنتم مشاهدين طيب المتابعة، ووقف الأم بانتظار مشاركتكم وتبرعاتكم حتى يغطى هذا الوقف اللي هو في داخل حدود الحرم. أنفقوا ينفق عليكم. أسأل الله أن يحفظكم وأن يمد أعماركم على طاعة، ونلتقي بكم إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة وفي أمان الله. من فايح العابي وراضي المطيب شفت الناس هي في بيتنا الكبير. من فايح العابي
راضي المطير شفت الندى سهيل في بيت